يومين من انطلاق الدورة 25 مع الجمهورية الكتاب النشر في دار الأخبار، وفرصة لهذا الشريف التأثير هي تتحدث عن الدورة الرابعة في الخلفة ويلخص فيها الجهود المبذولة التي تتواصل سنة بعد أخرى من أجل الرفع من مستوى هذه التطورة الدولية لنشر الكتاب وإبراز مدى اهتمام السلطات العمومية المكلفة بالقطاع الثقافي لرفع مستوى القراءة لدى الجمهور. يعبر النشر من أجل المساهمة في هذه أو في هذا التحدي الذي أصبح تحدي نادي الصحافة بالمغرب، وهو الجمعية التي أسست منذ أكثر من 25 سنة، يعود بقوة للمساهمة في تنشيط النقاش العمومي في مجالات مختلفة منها المجال الثقافي، باعتباره جمعية مهنية تجمع بين الصحفيين المهنيين الممثلين لأطياف مختلفة، ويتميز بحرصه على التعددية رغم اختلاف الانتماءات والتوجهات الفكرية والحساسيات السياسية. هذا النادي يبدأ اليوم هذا النشاط سنة 2019 بهذه التظاهرة التي نقدمها في فضاء وزارة الثقافة، اعتبارا بكون المعرض الدولي للكتاب هو نوع عمل أو إنتاج لوزارة قطاع الثقافة، وتأكيدا على علاقة جدلية بين ما هو ثقافي وما هو تواصل وإعلام. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.